نشكر الشيخ على هذا العطاء، على هذه السيرة النبيلة. موضوع كتاب الجاسوس في كشف خبايا النفوس، أين وصل ومتى يعني يظهر في الساحة؟ ما شاء الله. السائل يسأل عن مؤلف لعلكم بدأتم فيه، هو الجاسوس في خبايا النفوس. كتاب الجاسوس هذا في كشف خبايا النفوس أو علل وأمراض النفوس، أنا لما قرأت الجزئين 16 و17 توقفت، لأنني وجدت أن في كلام القطب رحمه الله تعالى يعني ما ينبغي شرح النيل، نعم ما ذكر 16 و17 وشرح النيل، نعم وجدت أن الشيخ رحمه الله هناك له نثر دررا ونفائص ينبغي أن تضم إلى هذا الكتاب، فتوقفت عنه حتى أتم إن شاء الله المجلد 17 من شرح النيل، ثم بعد ذلك أضمن تلك الفوائد هذا الكتاب ليخرج تاما غير منقوص إن شاء الله.